إلى قطاع التربية الآن، وكما حددت الوزارة الوصية سابقا، تاريخ 10 ديسمبر هو يوم للقيام بالامتحان المهني للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي في الأطوار التعليمية 3 ولكل المواد، حيث يقدر العدد الإجمالي للمعنيين بهذه الترقية ب 25744 أستاذ. هاجر زليلف والتفاصيل. الآلاف من الأساتذة الذين تجاوزت خبرتهم في ميدان تدريس 5 سنوات دخلوا في امتحان مهني للترقية للرتب الأعلى. أساتذة كانوا على موعد مع اختبار في تخصص صباحا وآخر في علوم التربية مساء. رحم الله الأسئلة في اللغة العربية، في تعليمية اللغة العربية، كانت حسب تقديرنا في متناول الجميع. كل أستاذ عنده خبرة معينة وممارسة ميدانية لكل خطوات التدريس والمنهجية المقاربة بكفاءات، يستطيع الإجابة بكل أريحية. هي في الحقيقة بالنسبة للتخصص هو يحتاج صح إلى خبرة، يعني إلى كفاءة يكتسبها الأستاذ خلال المراحل التعليمية اللي تقدمهم أو المراحل التعليمية اللي مر عليها. أما فيما يخص مادة علوم التربية، هي تحتاج نوعا ما إلى مراجعة ومذاكرة حتى يتسنى للأستاذ للنجاح في هذه المسابقة. هذا الامتحان المهني سبقه تكوين تحضيري يومي 26 نوفمبر والثالث ديسمبر، لكن أغلبهم أجمعوا على غياب مضمونه يوم الامتحان. ماشي حاجة، باسكو علاش تكوين هذاك النهار داروه لنا؟ حنا ديجا كنا مبرونشين مع خدمتنا، مع دوك يقعد لك سامدي في عود لي نريحوا فيه، جينا لو كان حب هذا لو كان داروه لنا في يوم العطلة. وزارة التربية الوطنية بعث واحد المحاور باش عطاتها المفتشين باش نتناولوهم في اليومين اللي فاتوا، السبت اللي قبله. بصح الامتحان كان ما كانش في هذاك الاطار، كان في اطار واحد، كان واش قرينا في الجامعه انا واش فهمتوه هكذا. من بين 45,000 منصب مالي، تم تنصيب ازيد من 19,000 استاذ في رتبه استاذ رئيسي وفق قوائم التاهيل. اما البقيه والمقدر عددهم بما يقارب 26,000 استاذ اجتازوا الامتحان المهني.